بوفيتش تحدث أيضا عن الأهداف المسطرة مع الفاف وعن الضغوطات في عالم كرة القدم، تابعوا ماذا قال. نحن نعمل على تطوير المنتخب الوطني من يوم لآخر والعمل خطوة بخطوة. هدفنا تحقيق نتائج أفضل من السابق وبلوغ مونديال 2026. مستحيل أن نسطر أهدافا على المدى القصير. الأهم هو تصدير قوانين جديدة في المجموعة دون استثناء. وهدفي من قيادة هذا المنتخب هو وضع لمسة إضافية لتطوير مستوى الخطط. لقد جئت إلى الجزائر من أجل القيام بعمل جيد، ومع لاعبين سنعمل من أجل تحقيق النتائج المرجوة. نعم، أنا أقبل الانتقادات، نحن بشر معرضون للخطأ، والمهم أن نعمل بجد وبنية صادقة. مهمتكم الدفع بالمنتخب بالضغط الإيجابي. أنا لا أحبذ الضغط السلبي وسأقف في وجه من يتعامل به. أنا معتاد على التعامل مع ضغوطات، وسبق لي العمل تحت ضغط رهيب في الكالتشيو. الضغط في إيطاليا، الضغط في سويسرا، والضغط في الجزائر. السؤال أين هو الضغط الأكبر أمين؟ والله شوف، صعب أن تختار، لأنه الضغط في الجزائر ضغط. نعم، الضغط في الجزائر، لا، لأنه في الجزائر في بعض الأحيان الضغط يكون غير مفهوم السبب. مثلا اليوم المدرب جاء جديدا، تفاجأ بأن هناك انتقادات ضده رغم أنه لم يبدأ مهمته بعد، وكانت العديد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة هذا المدرب بكلمة ارحل بالأحمر حتى قبل أن يأتي إلى التراب الوطني. لذلك هذه ضغوطات محمد، ليست ضغوطات أمين، هذه بالنسبة لي خزعبلات، خرافات. نعم، ضحى في أي خانة تريد، ليس في خانة الضغوطات. واحد ينتقد مدرب قبل أن يبدأ عمله، قلت يمكن انتقاد الاختيار، ولما تنتقد الاختيار فأنت لا تنتقد المدرب، وإنما تنتقد من اختاره. ربما انتقادات لوليد صادي، لماذا اخترت بيتكوفيتش، هذه يمكن تقبلها، تختلف معها أو تتفق معها يمكن تقبلها. تنتقد اختيار الفاف لهذا المدرب، لكن يعني من الجنون أن تنتقد مدرب قبل أن يشرع في العمل. شوف، الضغط الأكبر في نادي لاتسيو محمد، لأنه في أكبر إيطاليا من الجزائر. أكبر من الجزائر. في إيطاليا محمد المافيا تضغط على المدرب وعلى اللاعبين وتتدخل كثيرا في الفريق. لذلك لا مجال للمقارنة بين الضغط في إيطاليا والضغط في الجزائر. صح، لدينا ضغط هنا، ضغط جماهيري، ولكن لا يقارن مع الضغط في إيطاليا، لأنه إيطاليا أولا بلد كرة قدم أكثر من الجزائر بكثير. إيطاليا حاملة ألقاب أوروبية كثيرة. إيطاليا المنتخب حامل لكؤوس العالم، من أكثر حملت كؤوس العالم بأربع كؤوس عبر التاريخ، بعد البرازيل بخمس كؤوس. لذلك متطلبات الكرة الإيطالية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخب أكبر بكثير من متطلبات الكرة هنا في الجزائر، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخب الوطني الجزائري. والدليل هي الأهداف المسطرة في إيطاليا. من المستحيل أن تسطر أهداف مثل ربع نهائي. اسمح لي أختلف معك أمين في أوروبا في هذه النقطة. أنا أعتقد بأن الضغط في الجزائر أكبر من الضغط في نادي لاتسيو، لعدة اعتبارات ولعدة أسباب. أولا، في لاتسيو كم عندك عدد المناصرين؟ في الجزائر كم هو عدد أنصار المنتخب الوطني الجزائري؟ تتحدث عن 50 مليون مناصر، منهم 5 أو 6 ملايين يعيشون في المهجر، البقية تعيش في الجزائر. لكنك تحتك منهم، تحتك معهم مرة في 3 أشهر، مرة في 4 أشهر، كل تربص تحتك معهم مرة أو مرتين، كان لديك مباراتين وديتين. وأي احتكاك؟ نواصل فقط الفكرة. تفضل. قلت لك بأنه عدد الأنصار في الجزائر أكبر من عدد الأنصار في لاتسيو. لاتسيو شحال عنده أنصار؟ عنده 200 ألف، 300 ألف، 500 ألف، مليون مناصر في إيطاليا. الجزائر عندك 50 مليون مناصر. أنصار المنتخب الجزائري متعطشون كثيرا، عندهم عقلية الانتصارات، يريدون الفوز بالألقاب، يريدون الفوز بالمباريات. وأيضا الضغط في مباريات المنتخبات أمين أكبر بألف مرة من الضغط في مباريات الأندية، حتى لو تعلق الأمر بنهائي دوري أبطال أوروبا. صحيح الضغط يكون كبير، لكن تخيل لقاء بين الجزائر ومصر، تخيل لقاء بين الجزائر والمغرب، تخيل لقاء بين الجزائر وتونس، خاصة لما يكون تكون لقاءات ديربي، الضغط يكون كبير وكبير وكبير جدا. ما عشان نوصل الفكرة، قلت لك يعني من حيث عدد الأنصار الجزائر الضغط يكون أكبر، من حيث
نوعية المباريات أو مباريات المنتخبات تكون فيها ضغوطات أكبر بكثير من ضغوطات الأندية. شاهدنا لاعبين يبكون أمين أثناء عزف النشيد الوطني مثلا، لاعبين متوترين جدا قبل بداية أو انطلاق مباريات المنتخبات عكس الأندية، لأنه في الأخير تطلع تحبط يبقى مجرد نادي، لكن اللعب للمنتخب يضع على كاهلك الكثير والكثير والكثير من الضغوط. وأخذ أمثلة كثيرة على ذلك، الضغوط التي يتعرض لها نيمار في المنتخب البرازيلي ضغوط كبيرة وعظيمة جدا، وكذلك الضغوط التي يتعرض لها ميسي في المنتخب الأرجنتيني رغم أنه أفضل لاعب في العالم ضغوط كبيرة وعظيمة جدا، الضغوط التي يتعرض لها كريستيانو رونالدو. تراهم في الأندية يسيرون تلك الضغوط في برشلونة أو في باريس سان جيرمان أو في السعودية، يسير تلك الضغوط، لكن في المنتخب وصل الحد بميسي إلى الاعتزال، وصل الحد بكريستيانو رونالدو إلى التلاسن مع المدرب والأنصار، زيدان تعرف جيدا ماذا وقع له. لأن أعتقد بأن الضغط الذي يتحدث عنه بيتكوفيتش في لاتسيو لا يشبه تماما الضغط الذي سيعيشه مع المنتخب الوطني الجزائري. نزيد لك، حتى تدريب المنتخب السويسري وتدريب المنتخب الجزائري، الشعب السويسري ومتابعته وشغفه بكرة القدم لا أعتقد أنه يرقى لشغف الشعب الجزائري ومتابعته لكرة القدم. لذلك بيبقى رأيي الشخصي وأنا أحترم رأيك أمين، بيتكوفيتش ربما لا يدري عن الضغوطات الموجودة في إفريقيا ولا عن الضغوطات الموجودة في الجزائر. لا أنا مش ضغوطات محمد، أنا شاهدت منتخبا يخسر أمام موريتانيا، نعم، يفشل في حصد نقطة واحدة فقط أمام موريتانيا، يفشل في التأهل مع أحسن الثوالث إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ويفشل في التأهل لكأس العالم، يفشل ثلاث مرات في منافسات كبرى، وشريحة كبرى من الجماهير تطالب ببقاء الناخب الوطني. أين هي الضغوطات محمد؟ لم أشاهد ضغوطات أنا جماهيرية، هذا يبقى رأيي محمد. نعم. لكن في الأخير أمين، هذا الضغط اللي رانا نتكلموا عليه الكبير هو من أزاح الناخب الوطني وجعل يعني الفيدرالية تفكر في هذا بيتكوفيتش ومدربين آخرين لأسامي تاعهم الدولو. يعني الكلام تاع محمد وين نزيد نأكده له أن الضغط في المنتخب أكثر من النادي، لأن النادي كل سمانة عندك مباراة تقدر تغير منحنى، يعني الضغط تاعك تقدر تغير منحنى المشكل تاعك، لو خسرت في هذه المباراة تروح يعني المباراة القادمة يعني خارج ديار تفوز بها تعاود تولي تنقص من الضغط، لكن تعاود يزيد الضغط، يزيد الضغط طبيعة الحال. لكن في المنتخب، في المنتخب ما عندكش مباريات للتعويض، عندك كيما تكلمت انت عندك مباريات ودية هما ضد فيفا، وعندك مباريات كنت تكلموا عليها مباراة فواصل هما، يعني تلعب في ميدانك تلعب خارج ميدانك، يعني مباريات مباشرة، وهنا راح يزيد الضغط بطبيعة الحال. وعندك الضغط تاع أن اللاعبين هادو ما عندهمش الانسجام وما عندهمش الاحتكاك اليومي، لأن الناخب الوطني هنا راهو يعني مربوط بالتواريخ الفيفا، تواريخ الفيفا عندك 4 أيام 5 أيام. الآن باش تعاود ترجع انسجام تاع عدد كبير من اللاعبين، الآن المنتخب الوطني اللاعبين كلهم متعارفين، هذا شيء جد مهم بالنسبة لهذا الناخب، راح يلقى اللحمة، راح يلقى لاعبين صح من ناحية الذهنية راهم متأثرين من الإخفاقات اللي كانوا في المنتخب الوطني مع الناخب الوطني السابق، هادو أشياء يعني راح يتجاوزهم هذا الناخب. لكن نعم، هناك عدة أشياء لمحمد أنا نوافق أن الضغط في المنتخب الوطني أكثر من النادي. ميدو؟ لا، الضغط في المنتخب قوي، ولو نشاطروا في شيء لختم به لما تحدث عن المطالبة ببقاء الناخب سابق رغم ثلاث إخفاقات متتالية اليوم، يجب أن لا نضع نبدأ ديركت يوم مثل ما بدأ البعض اليوم بانتقاد هذا المدرب قبل أن يبدأ، تركوه يعمل. كانت مطالبة ببقائه وكانت أيضا مطالبة برحيلها ميدو. إحنا ليست لدينا الإحصائيات حتى نعرف أو نعلم يعني النسبة المئوية التي طالبت ببقائه والنسبة المئوية التي طالبت برحيلها. هذه تعقيبا على ما قاله الزميل محمد لمين بن شبير، بما أنك توافقه الرأي ميدو، ناخب الوطني السابق طيلة 5 سنوات في احدى الندوات قال لك فقدت شعر راسي هنا في الجزائر بسبب الضغوطات، هو كان يعاني من ضغوطات رهيبه، كان رانا نفقدوا شعر راسنا ونفقدوا صحتنا وبصرنا عادي كل خدمه فيها، شوف انفوكتي يعني وجود الضغوطات بيبليك اليوم بعد لما تكون شخصيه عموميه يعني شخصيه عامه
تتقبل الضغط اليوم تي فدومير انت كصحفي ما عندكش ضغط برا كلنا لدينا ضغوطات نعم انت برا كي تخرج برا ما يسقسوكش الناس على الفوتبول وتولي من داك يعني مع الاحترام تو تي في تي تهضر على الفوتبول باسكو حياتك تقعد غير تدور في الفوتبول ضغط هذا ولا ماشي ضغط خلاص اما انت بيرسوناج بيبليك لازم لازم تتقبل انه عندك ضغط احنا قلنا بلي الضغط في المنتخب اكبر من ضغط لانك لانك اليوم خلاص انت عندك راي اخر انه في النادي اكبر من الضغط في المنتخب اكثر لماذا لانه تمثل الوطن تمثل بلد كامل يضع عليك امال كبيره لكن هذا بصفه عامه لكن لما نجيو نجزئوا شيئا فشيئا دو فوا برومي تور كوب دافريك هذه حقيقه وما رحناش للمونديال لأن البعض بدأ أسل سيوفه مباشرة قبل الندوة وبعد الندوة اليوم هنالك من يتحدث يقول لك الناخب الذي جلبتموه ما أخو أوني توس دي زاجيري هذا الناخب لما جل المنتخب جاء يمسك منتخب الجزائر يعني يمثلون كلنا هذا بيتكوفيتش اليوم وناخب وطني لمنتخب الجزائر يعني يمثل كل المنتخب كرة القدم الجزائرية وكل الجزائريين لذلك علينا أن نسير خلفه وأن نسير خلف الاتحاد إن تحققت نتائج إيجابية اللهم بارك نصفق له ونقول بأنه حقق نتائج أفضل وتمكن من تحقيق هذا وهذا وإن فشل ننتقده انتقاد عادي ويتم بعد ذلك ربما لا قدر الله إن فشل في تحقيق النتائج سيتم انتقاده على النتائج السلبية التي حققها قد يبقى وقد يغادر ذلك من شأن الاتحاد لكن لا للتقديس ولا للدم فقط هذا ما أريد قوله نعم.